هو عم يتخانق معي أنا. يلا بكي لشوف مثل الأولاد. قاعد بغرفتي وعم يتهمني. فيتيكا هو عم يمثل عليك. لو عن جد فقد عقله ما كان كهربني بهي الطريقة الذكية. صدقيني هو ذكي كتير وعم يضحك علينا كلنا. فيتيكا انت لوين رايحة؟ ليش هو كان متأكد من الكلام اللي عم يقوله عني؟ ما بدي اياها تشك فيني ابدا، لانه هيك هي رح تكشف كذبي قدام كل العيلة. بس هنن هيك رح يعرفوا انه جونجرو مو اسمي، وكاملي وجونجرو مو موجودين من الاول. اذا انا بدي انجح بمهمتي بكل سهولة لازم انتبه كتير من فيتيكا، لانه هي ذكية كتير، وإلا مهمتي بتدمير عيلة أجروال رح تضل حلم. لازم أني أحسبها بشكل أفضل. أنا بدي مشفى مامتا. إيه بدي أعرف إذا في عندكن مكان لمريض وضعه كتير صعب. كتير منيح. ماشي، أنتو إمتى فيكن تجوا تاخدوه من هون؟ إيه أنا. أنت فقدتي عقلك شي؟ ليلي فيديكا، أنا كم مرة قلت لك إنه هذا الشاب رح يبقى معنا بالبيت وما رح يروح لأي مكان تاني؟ أنت ما عم تفهمي شغلة بسيطة لهي الدرجة؟ يا عمتي أنت ما عم تفهمي علي، هو ما في يضل هون لأنه شخص مانو طبيعي أبداً وممكن يعمل أي شيء خطير، لهيك كثير ضروري يضل تحت مراقبة الأطباء. بس أنت شو هالهوا؟ بس كيف طلع؟ انتبهوا. شفتي شو صار هلا؟ قولي لي شو اللي صار؟ انت فيكي تشرحي لي؟ هلأ أنت صار لازم تصدقي أنه في شخص عم بيسبب كل المشاكل اللي رح تدمر البيت عن قريب.